مين؟ ماشي. فجيت مثلا قلت لها ايه؟ قلت له انا عايز اكريت يوزر مثلا اسمه احمد، تعال ناخد امر تاني بس هشتغل شويه شغل مع احمد مختلفين، خلي الراجل ياخد حقه يعني. فلو انا جيت كريت او كريت يوزر سميته احمد، واحمد ده اليوزر ده انا مش عاوز اديله، مش عايز اخليه يقدر يكونكت من اي او يكونكت من اي حته، دول التانيين يقدروا يكونكتوا من اي حته، عايز اشتغل بقى هنا ريستريكت شويه على احمد. فطبعا بنفس الاسلوب لو انا جيت قلت له شو جرانت فور احمد، تمام، وقلت له جو، هلاقي ان احمد اوتوماتيك اخذ نفس الايه، نفس الصلاحيه اللي هي دي اصلا الديفولت، لان احنا ما حددناش الصلاحيه واحنا بنكريته. طالما ما حددناش الصلاحيه واحنا بنكريت اليوزر فهو بيبقى ايه؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اديله صلاحيه مختلفه، يعني ايه؟ هقول له مثلا جرانت، خد بالك بقى جرانت يعني عايز ادي صلاحيه، يبقى كريت يوزر دي قصه، وجرانت دي ايه؟ دي قصه ثانيه. قلت له جرانت اول بياخد كل الصلاحيات، ماشي، اون على، خلي بالك انت سكول، تمام، يبقى انا كده حددت هنا اسم ايه؟ اسم الداتابيز اللي انا عايزها دوت، لو عايز تيبل معين ماشي. قلت له استريسك، بقت مفهومه بقى خلاص، معناها ايه؟ كل التيبلز اللي جوه مين؟ اللي جوه السكول، جوه السكول داتابيز. فلو جيت عملت كده بقى معناها كل الداتابيز، يبقى الراجل ده جرانت اول بدي له كل الصلاحيات على كل الداتابيز بكل التيبلز بتاعها. لا، قلت له السكول خلاص دوت اسس، فكده انا بدي له كل الصلاحيات على مين؟ على السكول، تمام كده؟ يبقى له جرانت. خليها كده مرتبه كده، هي جرانت وجرانت ايه؟ فانا قلت له قول اون اون ايه؟ قلت له سكول دوت اسس، ماشي؟ طيب بعد كده بقول حاجه اسمها تو، الجمله بتتكون كده زي سيلكت فروم وير، فاهمني؟ هنا جرانت واون وسكول، سامعني ولا؟ بس انا اللي عايز اقوله ان خد بالكم من حاجه، مش عارفين ده بيتدعم في المايسيك ولا لا، انا لسه بتكلم فيها ولسه قايلها. دي معناها بيقدر يكونكت على المايسيكوال من بره، من بره المكنه اللي هي عليها او من نفس المكنه اللي هو عليها. يعني المكنه اقصد يا جماعه، معلش، عشان ماشين فبتترجم في دماغي مكنه، يعني اقصد نفس الجهاز، تمام، اللي متسطب عليه المايسيكوال او من جهاز اخر معاه على النتورك او بره النتورك، ما عنديش مشكله. احمد يقدر يكونكت من اي حته، وبناء عليه يقدر يكونكت من اي ابلكيشن تاني، يعني يقدر يكونكت عليه مثلا بالبايثون ما عندناش مشكله، او من اي لانجوج ما عندناش مشكله، لان دوت واخد ايه؟ واخد علامه في المية. طب لو نفس السيرفر اللي من نازل عليه الماي سيكوال هو اللي نازل عليه مثلا البايثون، وانا محدد انه يبقى الافضل ان انا ما اقولوش كده. لو انا مخطط في دماغي ان الشخص اللي هيخش على الماشين دي او انا بعمل يوزر عشان يكونكت من مثلا من برنامج، وده الغالب، انا هبرمج حاجه تكونكت على الداتابيز بلغه مثلا بايثون، خلينا في بايثون بما انكم بتبرمجوا بايثون، او جافا مثلا بما انكم برضو بتبرمجوا جافا، فهعمل يوزر يكونكت من البرنامج، لان طبعا لما اجي بعمل كونكشن على الداتابيز فلازم يبقى عندي الكونكشن سترنج اللي بيكون منه في يوزر نيم وفي باسورد. فانا في الاخر لو انا مخطط ان الابلكيشن هيبقى موجود مع الداتابيز على نفس السيرفر، يبقى يفضل ما اعملوش الحركه دي، يفضل انا ما اعملوش الايه، الحركه دي، طالما يتحط على نفس السيرفر انا مش محتاج ان هو يكونكت من بره، انا ما ادلوش اكتر من حقه عشان ما يحصلش عندي اخطاء ومشاكل بسبب الكلام ده. هو ده اللي خلانا نقول الفكره بتاعت ان انا بحدد هنا في الجرانت وانا شغال اهو، قلت جرانت اول كل التيبلز اللي جوه السكول داتابيز، وجيت قلت تو مين؟ فهنا تو بقى بحدد، قلت له مثلا تو احمد، خلاص، وقمت عامل ات، وقمت قايل له ات لوكال هوست، ات لوكال ايه؟ هوست. هنا هو انا معناها بقول لاحمد يقدر يعمل اي حاجه طول ما هو على نفس المكان. طب لو احمد عنده جهاز في البيت وبيكونكت على السيرفر اللي عليه الداتابيز بتاعتنا، هل هيبقى واخد جرانت اول؟ لا، تمام، لازم يكون كونكتد من نفس الماشين عشان يبقى واخد الجرانتس ديت.
لان انا مديها له، طول ما هو على نفس المكنه يلا ما فيش مشكله يا احمد، اعمل اللي انت عايز تعمله طالما انت داخل من المكنه دي، تمام، الماشين دي اسف. فلو جيت عملت كده، قال الامر اهو، وقلت له جو، تمام، قال لي تمام جرانت اول اون سيلكت مش عارف ايه مش عارف ايه، ماشي كده. هو اخد الايه الداتا دي. طب لو انا جيت قلت له ايه، انا كان عندي امر اسمه شو، صح صح ولا ايه؟ طب ما تيجي نشوف شو جرانتس فور احمد بعد ما احنا ادينا جرانتس دلوقتي، صح؟ قلت له شو جرانتس فور احمد، قلت له جو، ايه اللي حصل؟ قال لي هو واخد جرانت يوزج اون استرسك، دور استرسك على مش عارف على كله، هو اصلا واخد اليود ده الجرانتس العامه، دي الجرانت الايه؟ الجرانت العامه، تمام. هل ممكن اقول له انا عايز اشوف جرانت بتاعت حاجه معينه؟ اه، شوف بقى الامر هيتعمل ازاي. انا ممكن بعد كده مايل له ايه؟ هات شو جرانتس فور احمد ات لوكال هوست، يعني عايز اشوف الصلاحيات لما يكون داخل على الايه؟ على الماشين، على الماشين دي، تمام. فلما اقول له كده اهو واقول له جو، الجرانت سنة قال لا، ده لما يكون داخل على الماشين، على الماشين دي هيبقى واخد حقين. الحق الاول ان هو بيقدر يشوف كله، ده موجود. الحق الثاني ان هو جرانت اول بريفليجز، يعني له كل الصلاحيات او كل الحقوق على السكول لما يكون داخل من احمد ايه؟ لوكال هوست. طبعا هو بس الماي سيكوال او البي اتش بي ماي ادمن بتاكل شويه من النص، فانت ممكن من الاوبشنز كده تقول له انا عايز بس الفول تكست ما تقصقصش اهي، تمام. فقال لي ايه؟ قال لي ادي الجرانتس فور احمد ات لوكال هوست، قال لي جرانتس يوزج كله ده العام، خلاص، تو احمد ات لوكال هوست، وي جرانت اول بريفليجز اون سكول دوت استرسك تو احمد ات لوكال ايه؟ ات لوكال هوست، تمام؟ وكده جاب لي كل الايه؟ الجرانتس اللي واخدها احمد من نفس الماشين او من ماشين ايه؟ من ماشين خارجيه، تمام؟ اتفضل. بيشوف. بيضحك. لانه واخد كل الصلاحيات all privileges، يعني يقدر يقاد ويقضيت ويدريد على الميتاليز اللي اسمها سكول. تحت بالظبط كده، بالظبط كده، تمام كده. يا فضل. فضل. لا لا، لو عندي جهازين في الشركه، في جهاز رئيسي عليه الداتابيز، زمان هو بيسال اهو تاني بيقول لو يعني لو في مكانتين في الشركه وهو في نفس الشركه يقدر. لا لا لا، مش اللوكال هوست مش معناه نفس المكان او نفس الاي بي ادرس بتاع الروتر مثلا، لا. اللوكال هوست معناه لو انا في شركه وعندي ماشين سيرفر، ماشين عليها الداتابيز وانا ليا مكنه بتاعتي شغال عليها وبكونكت على السيرفر، لوكال هوست ما تنفعنيش، لان لوكال هوست معناها ان الماي سيكوال تكون انستولد على نفس الماشين اللي انا ببرمج عليها او بكونكت من خلالها. لكن لو انا هكونكت من بره، يعني عندي ثلاث اربع اجهزه وفي الشركه وانا عامل لهم سيرفر حاطط عليه الداتابيس كلهم بيكونكتوا عليه، يبقى في الحاله دي ما ينفعش لوكال هوست. لازم ادي له مثلا ايه؟ يا اما ادي له اي بي بتاعه، يا اما ادي له استرسك بقى خلاص او علامه في الميه، يبقى معناها كله. يبقى معناها ايه؟ كله بقى، يعني من اي حته يقدر يكونكت ياخد الصلاحيات دي. اوكي؟ تمام؟ لان اللوكال هوست الرقم ده اللي هو 127.0.0.1 ده البديل بتاع كلمه لوكال هوست في الغالب. تمام؟ دي غالب اجهزتنا يعني. تبقى كلمه لوكال هوست هي بديل الايه؟ ان ده الاي بي بتاع السيرفر اللوكال. فطبعا كل سيرفراتنا اللوكال بتطلع 127.0.0.1 ده الديفولت، تمام. كلمه لوكال هوست هي 127.0.0.1 127.0.0.1 هي لوكال هوست، الاثنين واحد بالنسبه لنا، تمام كده؟
لكن لو انا عايز احدد جهاز تاني انت معين ليك بس هديك الصلاحيات دي، فبقوم كاتب الاي بي بدل كلمه لوكال هوست هنا، مكتب الاي بي بتاعك.